ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة الذي يصرع الناس يغلبهم. يقول ليس هذا هو الشديد، الشديد اللي يقدر على نفسه، الذي يمسك نفسه عند الغضب، ثارة النفس يمسكها يمنعها. كثير من الناس اليوم عندما يغضب يقول: لماذا فعلت كذا؟ ما قدرت، عصبت، أغضبني ما قدرت. ليش ما قدرت؟ ما يستطيع على نفسه، ما يستطيع. العاقل هو الذي يمسك نفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو غاضب لكن لا تسيره نفسه، وإنما هو الذي يمسك زمامها، لا يترك الزمام لها، لأنها إذا ترك الزمام لها ستفسد هذه النفس، تريد الانتقام، تريد الإيذاء، تريد. لكن أنت الإنسان العاقل تمسك هذه النفس، الذي يملك نفسه عند الغضب.